بسم الله الرحمن الرحيم متتبعي قناة خلاص قدر، مرحبا بكم ورمضان كريم ومبارك واشتركم. أواخر الثمانينات كان واحد نصراني خدام في السكك الحديدية، كان مهندس السكك الحديدية، وهادو باش نقول لكم بعدا هادو من الحلقات ديال السيد الستباع الله يرحمه، ومن المساطير ديال السيد الستباع، هو اللي حضر على هذا المسطر الله يرحمه في حياته، هو اللي كتب هاد الوريقة، هاد الشيء اللي كتب هنايا هو اللي خديته من عند العائلة ديالو الله يطول عمرهم. شكون اللي خدم في هاد لافير؟ السيد الستباع، وكان ديك الساعة رئيس ديال الشرطة المصلحة الولائية للشرطة القضائية، المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالرباط، كان هو الرئيس ديال الشرطة القضائية. هذا ورث من ورث ديال السيد الستباع، استفدت منه أنا الحمد لله من أجلكم وباش نقولوا لكم. أواخر الثمانينات واحد نصراني ساكن في المغرب، كان خدام في الشومينو، كان خدام في التران هنا في المغرب، كان مهندس وعجبو المغرب، مراته بغات تمشي للخارج، بقات مراته مشات للخارج، هي كانت أستاذة، بقات قرات تما وعايشة هنايا، كان بيناتهم لقاء يمشي يجي يمشي يجي، ولكن هو بقى عايش في دارو عجبو المغرب، وكبار ذاك الرجل ولا شيباني، وكانت عنده واحد الخدامة، الخدامة ديما تجي تجمع عليه الدار وتطيب ليه الغداء والعشاء، وهو كان متفق في صوب الفطور ديالو حسب التصريح ديالها، هي متجي تتفطر معاه داكشي اللي تيصاوب هو وتطيب ليه الفطور والعشاء وتمشي في حالتها وتجمع ليه الدار. واحد النهار جات حدات عند الساروت ما لقاتوش، قلبات ما لقاتوش، فراشو ما مخسر شيء، ماشي معناه انه كان ناعس، ما كانش ناعس، صافي دير ما باتش تما، مي هي النهار اللي قبل خلاته في دارو ما باتش تما، قالت هذا بات عند شي حد ولا عند شي صديق، لان عنده نصارى صحابه في الرباط، لان هاد القضيه وقعت في الرباط، عنده صحابه في الرباط فرنساويين، كانت تمشي عندهم. بعد ليله تيبات عند شي واحد، قالت ربما عند شي واحد، دات شغلها وطيبت ماكلتها ومشات في حالتها. لا غدا جات نفس القضيه ما لقاتوش، وقالت ربما ديك الساعه ما كانش البورطابل باش غاتصل به، ما عندهاش شي عنوان ديال شي صديق ديالو تيمشي عنده، قالت ربما مشى لشي بلاصه وكذا، ولكن هي كانت عندها اتصال دائم مراتو اللي في الخارج. النهار الثاني عيطت لمراتو قالت لها شوفي الله يعطيك الصحه، عندها التليفون فيكس في الدار، عيطت لها قالت لها شوفي راجلك راه يومين هادي ما لقيتوش، البارح واليوم وماشي ديالو، شي مره راه كانت عند شي حد وكنعلمني هادي ماشي ديالو، شوفي دوك النصارى صحابو اللي هنا تصلي بهم عند شي تليفونات او الناس اللي في القنصليه او اللي في السفاره المصري، ربما مشى عند شي واحد وبات عند شي واحد ولا شي حاجه. هذيك السيده قالت لها والطوموبيل واش كاينه؟ السيده عرفت الطوموبيل ديالو، كانت عنده واحد رونو 12 اير 12 بيضاء، كانت عنده ديك الساعه كما قالت سي تبع، كانت الاير 12 اميره ايامها، اميره زمانها، كان اللي عنده اير 12 راه عنده شي حاجه. يردوز باقي عقل، انا عندي يردوز، كانت شي واحد عنده راه عنده شي حاجه، عنده سياره، كانت عنده يردوز بيضاء. السيده مشات للبلاصه فين تحت السياره ما لقاتها شيء، رجعت عند المراه قالت لها السياره ما كاينه شيء، قالت لها دابا نجاوبك. ديك السيده اتصلت ديك مراته، اتصلت هنا وهنا وصحابو اللي تيمشي عندهم وداك الشيء، حتى واحد ما جاوبها، كلشي تيقول لها ما جاش. اتصلت بديك السيده ديك الخدامه عندهم في الدار، قالت لها شتي اش غديري؟ سيري علمي البوليس وقولي لهم هادشي. مشات السيده عند البوليس، غادي السلام عليكم، السلام سيدي، انا خدام عند واحد فرنساوي، ها سميتو، وها فين ساكن في الرباط، وهادي يومين ما كاينش في الدار، ما كاين لا ولا طوموبيلتو، وما عمرو ما بات برا، واحد النهار بات برا وعلمني قبل ما يبات، ولكن هادي يومين ما جا شيء، والدار ما مقيوصه ما فيها لا هذا لا ذاك. والطوموبيل ديالو ما كاينه شيء. البوليس مشاو مع السيده للدار، شافوا الدار فين النعاس فين تيناسبوك، ربما تكون شي حاجه في الدار. علموا السيد تبع ديك الساعه هو رئيس الشرطه القضائيه، صيفط واحد الضابط قال لي شوف معاهم مع الناس ديال الدائره، جاو شافوا تما فين تيناسب هذا، اذن السيد ما كانش تما، تقبلوا ما كانش تما، قالوا السيده ديري لا المحضر ديالك البحث لفائده داك السيد، نسميو البحث لفائدة العائلة. دارت داك الشيء ديالها، وصلت داك المحضر الصوب، ومن الدائرة
مشى السلطه القضائيه. السلطه القضائيه سدوا هذاك المحضر وعيطوا على الخدامه من جديد، وبقات يبحثوا معها مع استاتجي مع استاتمشي، واش كان عنده شي واحد واش تيجي عنده شي واحد واش كذا واش كذا واش كذا. هذا الشيء في النهار الثالث، النهار الثالث يبحثوا معها. السيده تتهضر مطلوقه، تهضر صريحه وما عندهاش شي شك في راسها او خايفه ولا شي حاجه، تهضر عاديه، ولكن ما عطات شي حاجه تمشي هنا ولا تمشي هنا او ترجع عنده فلان او فلانه او هذه وهذه، ما عنده حتى شي حاجه، الرجل بريء من هذا الشيء. هذا النهار الرابع السيده جات، رجعت لابيجي، اتصلت بالسيد تبع، قالت لها سيدي رجع عندي واحد ميكانيسيان وقال لي يا ودي الله يرحم والديك هذاك السيد قول ليه جي الطوموبيله ديالو، الطوموبيل ديالو راه كاين عندنا في حي المحيط في لوسيون في الرباط، راه عندنا تما، الى جا راه عارف هو فين. قالت لي فين عندكم نتوما؟ قال لها في حي المحيط، حي المحيط هو لوسيون زنقة باريز، زنقة باريز، وراه حتى الكراج ديالي سميتو مرآة باريز. قال لها تما غتلقاي. قال لي حنا فين كاينين؟ غتلقاي ميكانيك عام وغتلقاي مرآة باريز مسميها. هادشي اللي قال لي السيد. عاود داروا لها محضر وانتقلوا الناس ديال الشرطه القضائيه معاهم السيد السباع، مشاو تما لوسيون الحي المحيط اللي معروف في الرباط، ومشاو تيقلبوا حتى لقاو ديك الميكانيسيان. لقاو ديك الميكانيسيان وعندو كراج كبير معاه خدامه، بزاف ديال الخدامه، عندو خمسه ديال الخدامه تيخدمو معاه، هذا تريسيان، هذا كذا، هذا مكتب لي زامارتيستور، هذا كذا. قال لي اودي السلام عليكم، انت هذا هذا كذا. قال لهم يا سيدي انا مشيت تما ولقيت ديك الخدامه، انا عارف دارو، ومشيت مع شي مرا للدار وصنف دارو، ومشيت تنسول فيه خصو يجي يدي طوموبيلتو. ها هي طوموبيلتو دابا راه جايه خمس ايام وهي عندي هاد الطوموبيل هادي، كل نهار تنعيط عليه، كل نهار تنعيط عليه، كل نهار تنعيط عليه، ما جا شي. اوف ما عرفتش انا، قالوا لي شخص مخسر فيها، قال مخسر فيها كذا وكذا وكذا وكذا، ما جا طوم حط عندي هنا وتنخاف عليها الكراج، عندي شي طوموبيلات داخلين خاسرين قدام عندي ما عندها فين ندخلها، وتنطلع على الفوق وكذا وكذا وكذا. داو داو لي محضر معاهم الخدام انت، قال لهم سيدي انا خدام معايا فلان وفلان وفلان، خمسه ديال الدراري خدامين معايا في الكراج. قال لي واخا هاد الدراري سميتهم؟ قال لي فلان وفلان 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 وفلان. بون اضطروا الدراري باش يبحثوا مع دوك الخمسه كيما بحثوا هو معاه، هو يلاه تيقول هاش كاين هاش كاين هاش كاين، تيقول اخر مره جا عندي لهنايا هادي واحد خمس ايام، جا عندي مع الخمسه د العشيه، جا عندي هنايا سولني على الطوموبيل قلت له ودي باقي فيها شي بريكول من لتحت وغدا جي ديها، وما رجعش مع الخمسه د العشيه جا. قال لي واخا سير في حالك الله يهديك. مشى للكراج ديالو، الصباح صبحوا عليه البوليس مع الصباح، عرفوا بان الدراري كلشي كاين تما، ما بغاو شي هما ديك سدعي فلان ما يجيش الاخر ما جاش الاخر ما خدمش الاخر خرج مع واحد سي واحد الطوموبيل الاخر كذا، عرفوا من الصباح كاينين، خلاو سامني عليه تحت الكراج وما يجيو عنده. جاو الدراري داخلين تما تيخدموا ديك الميكانيسيانات، السلام عليكم السلام هذا هذا، قعدوا يسولوا كل واحد على حده، كل واحد بوحدو. سولوهم بعد جماعة تما في عين المكان، أولا في جماعة في عين المكان، قال لهم قولوا هذا الطوموبيل ديال من؟ قال لهم ديال واحد من فرنساوي كنا جعلنا تنصابوا عليه. شكون اللي صاب عليه؟ المعلم. شحال هادي وحاطه هنايا؟ وهادي راه مده وحاطه هنايا. المعلم شحال هادي وحاطه هنايا؟ وسيدي ثلاثة سيمانات باش حطها، ثلاثة سيمانات. وعاد وتيجي يطلع عليها وتزيدني البياس، تنزيد لها البياس كانت مشات ما بقاش خدام الطوموبيل. وهاد خمس ايام من الاخرى جا عندك تيرا مصوبه، سامع وترجع عندي. والنهار اللي جا عندك مع جا عندك هنا مع الخمسة سيدي، من قد الخمسة كانت هي الشتاء الخمسة تجي معاه شوية بقى الحال تهبط. سولك الخدامة معاش شفتي أنت هنايا مع الخمسة، وأنت معاش مع الخمسة، وأنت معاش مع الخمسة، كلهم شافوا مع الخمسة. هاد الخمسة هادي اللي شافوه كاملين دخلت الشك في الناس ديال الشرطة القضائية وفي سيدي السباع. قالوا كلشي صبع عندنا غدا إن شاء الله نمشيو معنا. مشاو معاهم تما عزلوهم. عزلوهم واحد واحد وبدا تيقول ليه أنت، قالوا الواحد أنت ما عندكش الساعة. شحال في الساعة دابا؟ قال لهم مارس. ديك الساعة راه ما كانش بورطاب باش يجبدو ويشوف الساعة، المارس. ما عندك الساعة باش عرفتي الخمسة؟ وكان الحال هبط باش عرفتي الخمسة؟ وأنا المعلم قال لنا راه الخمسة. شنو قال لكم المعلم؟ قال لنا راه جمع الخمسة وأنت شتيه
شتو انا نزل تما وما هزا وما عرفتش. المعلم قال لنا الخمسه. كيفاش قال لكم الخمسه؟ والمعلم قال لنا الخمسه وصافي. عيطوا للثاني بقاو تيبحثوا معاه. الثاني هو بالمعلم ودي شوف انا الله اعلم انا المعلم، حيت من جيتو تقلبوا الباحثة تقلبوا هذا والسيد هذا قال لك اودي نسولكم قول مع الخمسه. هو رجع عنده مع الخمسه قال لك لا انا نسولكم قول مع الخمسه كلكم مع الخمسه. جمعوا دوك الثلاثه اللي بقوا مع دوك وجيت يقول مع الخمسه فرقهم ولا تيقولوا لا المعلم اللي قالنا راه جا مع الخمسه. شتو انتم جا مع الخمسه؟ لا لا حنا ما شفناش، حنا كنا هبط الحال مشينا في حنا، ولكن المعلم قالنا لا غدا قولوا الخمسه. ولا قلت لهم انتم شفتوا جا مع الخمسه وهذا وحنا ما شفناش. لما هما كثار ما قدروش يتفقوا بعضياتهم ما نواوش غادي تحط لهم هذا السؤال. وانتم ما تقولوا الخمسه وانتم كاع باش تشوف فجه والبا خدمتو ايه معاش مشيتو وهبط العشيه مشينا في حالنا. فين مشيتو؟ مشينا في حالنا. وشكون اللي بقى تما؟ بقى فلان وفلان، بقاو جوج منهم مع المعلم، ثلاثه مشاو في حالهم مع الخمسه د العشيه مشاو في حالهم. فوقاش هاد الشيء هذا مشاو في حالهم؟ ما تهضروش هما على 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 النهار فاش جا النصراني، تيهضرو هما. انا غنفسر لكم، هما تيقولوا هذه خمس ايام المعلم قال لنا راه النصراني جا وراه ما شفتوش، وقولوا من جاو البوسي بحثوا قالوا مع الخمسه، مع الخمسه د العشيه. بانوا هذوك خياتنا بانه المعلم هو اللي قال لهم الخمسه د العشيه وما شافوا لا النصراني لا مولاي بوي حتى حاجه ما كاينه. بداو تيبحثوا بهم عند فراد عند فراد عند فراد، كل واحد فيك انت في مشيت ديك العشيه فكذا كذا، تلقى واحد جوج اش تيقولوا؟ تيقول اخويا حنا في ذاك النهار بعدا واحد القضيه دوك ثلاثة تقول حنا مشينا في حالنا، خلينا كل واحد يقول أنا مشيت خليت ورايا فلان، أنا مشيت خليت ورايا فلان، أنا مشيت خليت فلان فلان فلان. ثلاثة مشاو واحد، ولكن هذوك ثلاثة تأكدوا بأن الآخرين اللي بقى هو فلان وفلان مع الميكانيسيان يعني واحد جوج بقاو، ثلاثة مشاو دوك جوج تيبحثوا معاهم قالوا واحد القضية مهمة. قال لك أودي حنا ذاك النهار اللي قلتوا نصراني جا ما نصراني جا حنا ما شفناش، ولكن ذاك النقد المعلم طلب لنا واحد البريكول. شنو هو البريكول؟ قال لك اودي راه خصنا نديرو لافوس، نصاوبو لافوس باش نبقاو نطلعو الطوموبيلات من التحت، لانه الا بغينا نخدمو في الطوموبيل تنديرو غير شي كارطونه تنطلعو تحت نبقاو نخدمو، قال لك خصنا نصاوبو لافوس وسط الكراج. وقال لهم اودي قلنا المعلم واخا، قال لك انا غنتهلا فيكم. بدينا خدامين مع المعلم باش تنصاوبو لافوس، جبنا واحد الفاس وجبنا واحد الباله وبدينا تنحفرو حيدنا ذاك الدص وبقينا ديك السيمه ديك التبليطه وبقينا تنخدموا نخدموا نخدموا. والمعلم خرج قال لنا كملوا سد علينا الريدو الكراج ولا نخدموا على راسكم باش ما يشوفكم حد. وبدينا خدامين حنا بجوج خدامين تنخدموا لانه الارض تما غرمل الوقت اللي حيدوا هذا سال عليهم باش يحفروا. واحد الساعه ولا ساعتين جا المعلم لقاهم حفروا قال لهم هذا هذا حبسوا حبسوا. قال لهم اش كاين؟ قال لهم مول الدار ساق الخبر قال لك لا سيدي ما حفرتش ديال تما غطيح لي داري ممنوع، انا بعطيك لا رخصه على هذه لا هذيك خليها سي داكشي. قال لهم خليو داكشي تاع الصباح صافي خليو داكشي تاع الصباح نتفاهم معاه في الصباح. تيقولوا خلينا الحفره ما كاملاش ومشينا في حالاتنا. والصباح من جيتو قال ودي الصباح جينا ولكن لقينا الحفره مردومه مردومه الحفره ومضروبه لها تدصيصه مبلطه. الصباح فاش جيتو حفرتو في الليل الصباح لقيتو مبلطه. انتم كنتو في نيكم لا غدا تردموها. قال لي هذا الشيء كنا ناويين اما ردموها اما نكملوها نكملو الحفير. جينا لقينا مبلطه. قال المعلم راه الله مع صباط. يقول المعلم راه مع صباط من الدار او هي كتصلح ليا دابا هكا وهذا. وراه المعلم قال لي ما تكلت بكل شيء جبت لي عاوني وكملتها في الليل مشيتو في حالكم ما خصني صداع معاه. جابوه هنا المعلم. قال المعلم هادو تيقولوا بانك انت درتي واحد لافوس خليتهم جوج تحفروا معاك في الليل وحفروا وقلتي مول الدار قال وقال وقال وقال. قال لهم اه نشوفوا مول الدار. ومول الدار قام ساكن ديك الدار الفوقانيه وتا فوقها واحد الكراين ودوك الكراين قال لهم حنا ما هضرناش معاهم ما سمعنا والو تيحفروا ولا ما عرفناش فيهم. ذاك البني كبير اللي كان في لوسيون بالحجر الضالات وداك الشيء ما سمعوش ذاك الحفير ما داوش فيه ما داوش فيه لانهم مولفين ذاك الصداع ديال الميكانيسيان عن 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 ما عطاوش اهميه الصداع ديال الطوموبيلات وكذا كذا.
وش اتصلوا من الدار وعيطوا ليه السلام عليكم السلام اللي يقول لنا واش انت الباه جيتي لقيت شي حفار ولا سيدي انا ودنا ما جيت نجي ندير كلا انا ما نعرف فوقا يحفروا لي يجلس دبر راسه اداو السي الميكانيسيان قال له اش قلت يا الميكانيسيان واش نحفروا الحفره اللي ولا تحفرها انت هاد الحفره هادي اللي حفرتي هاد الحفره حفرتي هاد الحفره غطيح فيها من حفرة حفرة سقط فيها هاد الحفرة غطيح فيها انت واش تقول لينا شنو كاين في الحفرة ولا نحفروها حنا ولا تحفرها انت بقى ساكت اش قلتي وشي اللي عطى الله قال غنحفروا هاد الحفرة يقولنا شنو كاين هادشي اللي عطى الله اش وقع غنعاودوا القصة من جهة اخرى هاد ميكانيسيان مجوز وعنده ولادو ولكن هو مبلي الخدمة عنده موجودة تما عنده الخدمة ولكن هو مبلي 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 بالمعقول مبلي بالشراب وداك الشراب ماشي تيشرب في دارو ولا مخبي لا تيعجبو الكونتوار تيعجبو البار تيعجبو الكونتوار كما كتب المرحوم هنايا تيعجبو البار تيعجبو الكونتوار ومعروف في لي بار حسب البحث اللي داروا عليه حياة اجتماعية ومعروف هو ديما تيمشي لواحد البار وديما قدام واحد البار بيت دوك البنات اللي تيخدمو في البار الله يحسن عوانهم خدامة ما ديما هو معها بالضحك وديما تتصاب لي قطيعات وديما كذا كذا وديما 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 وعنده واحد الخليلة تيجي معها مرة 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 تيجي معها واحد خيتي الخليلة ديالو تيجي معها مع هذيك البار وهو طاب طاب هو ما 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 بقى عنده فلوس وتجمعوا لي شي كريديات هو كل عشية يسد الكراج البار كل عشية يسد الكراج البار وكان بعض ما تطيح فيه شي طوموبيل ديال شي واحد كليان تيقول لي حتى الغدا واجي ولا كذا واخا هي غتمشى تيقول حتى الغدا والكمله تي ديما اللي تيمشي للهرهوره تتعجبو واحد البار تيموت عليها في الهرهوره باش يشرب تما لما جا عنده داك النصراني وبغى يصاوب طوموبيلته وشاف النصراني شي باني وسهل باش يدوخ عليه طلع الطوموبيل من تحت وقال لي حفظك الله يا ولد عمي الطوموبيل تسمع شي صوت في الرويده القداميه قال لي ايه قال حفظك الله حافظك الله والطوموبيل بقى شاد الرويده غير شي حاجه صغيره واحد البول شاد داك نغطي لك الرويده دابا خصنا نعاودوا لي شاب خصنا نحيدوا كذا خصنا نحيدوا هذه ونحيدوا نصاوب واحد دورما ونديروا كذا كثر عليه الخدمه قال لي الاخر صوبها هو عنده شي بريكول صغير صوبه بالزربه فاش مشى نصراني هز الطوموبيل مشى عند خليله ديالو مشى لهرهوره السروجه لما مشى لهرهوره تيقول دوك صحابو واخدينا واحد الطوموبيل كتب الله دير دوز هز مع شي صحابو جابهم واخدينا دير دوز لا غدا جا نصراني قال لي واخا خصنا بياس خصنا شي بياس غيجيبو لنا واحد السيد من كازا لان دابا ما كاينش هنا وخا دير دوز تجيبو من تما وصبار علي عافاك راه فيها الخدمه فيها الخدمه تيمشي نصراني تيقول لي ورا لي بعدا شي حاجه تيعطيها ليه تيمشي تيهز الطوموبيل تيهز الطوموبيل تيمشي للهرهوره تيشرب مع راسو مع هذيك الخليلة ديالو تيجي اليوم غدا اليوم غدا السيمانة الأولى السيمانة الثانية داك النصراني غيحماق كل ساعة تيجي عندو تيقول لي راه غادي نصاوب ليها هادي وغنصاوب ليها هنا تنقول كاين بزاف الميكانيسيانات كاين بزاف الميكانيسيانات زعما تنقولها اللي تيهزو الطوموبيل ديال الكليان تيهزو الطوموبيل ديال الكليان سيرتو في الليل تيمشيو بها هنا ولا هنا وقعو مشاكل مشاكل وقعوا مشاكل في ميكانيسيانات اللي داروا حوالي تسير ما عندهمش البيرمي او اللي خدام عند ميكانيسيان ما عندوش البيرمي وتدخل ليه الطوموبيل وتهزها ولا قال لك لا غنيسييو غنيسييو شات ايسييو انا تعرف واحد ميكانيسيان صديقي والله العظيم الله يرحمه مسكين واحد النهار كانت يلاه بان ديك الكات كات زعما الكات كات اللي عنده كات كات جا واحد السيد جاب واحد الكات كات جديده لاقه جديده غايصاوب لي فيها شي تريك قال لي وخليها حتى الصباح هذا خينا مسكين شرب شي شويه وهز الطوموبيل ديال داك الكليان خرج من الكراج ديالو شاري محمد الخميس جاي واحد خينا من عمرو عطا بام حتى دوك لي اير باك خرجوا بجوج مشى الطوموبيل كلاتها هذاك مسير مسكين مشى الطوموبيل ضربات ليه ولا خوف حد السكر وما عندوش البيرمي وما عندوش البيرمي وجاو يقول شدوه الدول هذا وراه تيشوف الخساره اللي عنده والله الا مرض مرض واحد المده هو مريض ومن بعد سمعت واحد ولدو تلاقيت به قال لي ولدي توفى قلت له علاش توفى قال لي ولدي كان مريض وجات مع ديك الفقصه ديال الطوموبيل والطوموبيل دكدكات غنمشي الله في راعي ولا اله الا الله الوالد عندي كان باقي تخلصها في الكريدي وكذا وكذا
لاسيرونس ما حرقوش لان اخو كان تكلم عنده البيرمي ودخل في مشاكل. تنقول بزاف اللي تيهزوا الطوموبيلات ديال الكليان اسيدي، الا كان شي واحد تنصاوب ليه طوموبيلته اما يبقى يتسنى الا كانت البريك ولا نصابو ديك الساعه، ولا كان غيتعطل من نصابو ولا اجي اخويا ركب حدايا ديما لي طوموبيلتك اخويا، شوف داكشي اللي كنت تسمعو، شوف هذا، شوف الموتور كيما اتفقنا، شوف هذا، شوف هو هذا، لانك واخا دير انت ملي كينسان بوحدك تمشي وتجيب ولا هي بخير، يخدم ديما ديك الكواج باقي عندي هادي وباقي عندي هادي، والخطر في هادشي. وكاين ملي كينسان تيهزو الطوموبيلات ديال الكليان وتيمشيو بهم بيتا تسمع من بيتاش حتى غادي تقعد على 6 درجه ولا طوموبيلك دكدكات ولا وقع ولا وقع ولا وقع، هادشي ماشي مزيان، ماشي مزيان. طوموبيل السيد سيارته الملك ديالو تحملها هو، اجي طوموبيل تجرب هادشي صوبناك واش مزيان ماشي مزيان. واللي تيسوقو بلا بيرميت راه تيغامرو تيغامرو تيغامرو، سيرتو داك العوان ديال الميكانيسيان، والميكانيسيان اللي ما عندوش بيرميت ديال الميكانيسيان راه غلط، راه غلط. ما يكونش عندك بيرميت ديال الميكانيسيان غتجرب وغاديماري وغاتسوق ديال المشاريع القدام خاصك عندك بيرميت ديالك. هادي من جهه. هذاك خينا تيمشي بديك الطوموبيل ديما هو والبنت هو والبنت هو والبنت ديما، او تيقول لصحابو راه خديتها، راه خديت هاد الايردوس. الايردوس كما قلنا في زمانها كانت سياره، هذاك طاب فلوس وعجباتو ديك الايردوس وبالي داك السيد شيباني ما صاهل والو، دوز عليه ثلاثه السيمانات شيباني فاض معاه قال لي والو الطوموبيل غنديها. النهار اللي نط مع السيمانه الصباط بقى تيغوات وكذا وهذا ما فواتير ما فواتير غتجيب لك البوليس كذا، قال لي شوف غدا اجي ليها مع الخمسه. سيتو سيتو هانت ركب 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 معاه، قال لي شتي تو فوا ولكن انا ما تيقش في الفولون، كان واحد بياسا كذا كذا، دابا ركبتها كلشي كلشي راكب سي تري تري بيان، ولات نوف ولات جديده، غدا ان شاء الله مع الخمسه اجي دي طوموبيلتك. انا الصباح غندير لها هذا ونبدل لها الزيت وغندير 5 اجي لها. قال لي واخا 5 كانت تجي، الخمسه كانت تجي في الشتاء، كانت شويه الظلام تهبط الظلام مع الخمسه ايام الشتاء وتيجي هو في ذاك النهار صيفط لها خدامه بثلاثه بكري، قال لي بغا سيرو غنديرو شي بريكو هنا في الكراج نخدمو شي خدمه انا والدراري، غي سيرو غنديرو شي حفير هنا وكذا. قال لي مشي حفير، مشاو في حالتهم وجاب دوك الجوج، قال لي مشي اش غنديرو، بغينا لافوس حفرو ديك لافوس وداك الشيء. ولما قال لي خليها حتى الصباح، قال لي حتى الصباح نكملو صيفطهم في حالتهم. شنو نصراني ونصرا هذا من الوقت لوقت راك عارفينهم، عارفين غيجيب لك الوقت. جا في الوقت اللي الخدامه مشاو دار معاه هو غاتجيها فوقاش غاتجي دار معاه الوقت الدراري مشاو، جا حفره محفوره هو شد واحد الطوموبيل شد ديك الايردوز ودخلها للكراج وكحز التراب واحد الجهه ودارها فوق لافوس ودخل من دخل نصراني رد شويه الباب قال لي انا سلامتك كذا كذا صافي سي فيني تو بو لو بروندر وكذا وكذا يلاه دابا درت فيها شوف هاد اجي تشوف طل طل دابا هذيك التحتانيه الاخر طل الاخر واحد حديده وعطاها بام ضربوا بحديده الراجل ضربوا بحديده الراس طاح الراجل رد هو الباب رد الباب قلب داك النصراني مسكين اش عنده ودف ودفعوا ودخلوا جروا في الحفره ديالو وطيحوا فيها الداخل وخرج الطوموبيل وبدا تيردم على خاطر وردم ديك الحفره وشطب الدنيا وقادها وعنده السيما وعنده المقومات السيما ثانيا ماشي غير الضربه خنقو استعملوا واحد الخيط وخنقو خنقو خنقو ورد الرجل ودار الرمل ودفنو وردم عليه ودار السيما وريح مع راسو وعاود متاكد هز الطوموبيل مشى يشرب ديك ما تبقى من الليل شرب والصباح حطوهم من قدام الباب في كانت بلاصتها وجاو الخدامه شد واحد الطوموبيل قديمه كانت عنده تما وجابها حتى هي غطى بها ديك الحفره قال لهم خليوها هذه غنحل لها الموتور وغندير لها وغنفعل لها غندير لها شي بريكولات غديوها تكون واحد في خدمتكم. حتى الوقت اللي جاو البوليس ملي جاو البوليس كما قلنا قال لهم اودي انا مشيت للدار وقلبت عليه ما لقيتو شاي وكذا وهذا وطوموبيلتو ها هي وتنخاف عليها الله يرحم والديكم قول لي جي دي غير طوموبيلتو انا خصني كاع الفلوس ديالو كما قال في المسطره وكذا 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 وكذب عليهم ودار العمليه بوحدو. ولكن من جا تيتبعو حطوه وقال لي واش نحفرو ولا ما نحفروش السيد سكت سكت وما لقى ما يقول حدو قال دوك الدراري ما عندهم حتى شي علاقه بيا حتى حاجه من دراهم بقى تيقول تيقول اودي ما قالش يوم العقلت هنا تيقول في مسطرة هذا ذنوب ولادي هذا ذنوب ولادي اللي خلتهم بالجوع. هذا السيد تبع تيقول وأتذكر أنه
لما انكشف أمره كانت أول كلمة قالها ابن ولادي وجوجتي أهملتهم وجوعتهم ولو يروا معي يوما أبيض. كانوا معي فترة حرمان متواصل أنا لا أتسلم أن أكون أبا، الأبوة شيء مقدس. وبهذا يكون عمر قد وقع في حفرة التي حفرها لضحيته. تقول سيتباع وها هو طاح في الحفرة اللي حفرها الضحية، معلوم أن الضحية دخلت الحفرة وهو طاح في حفرة باش يطيح حتى هو الحبس والتحكم 30 عام. والدم لما قال هذا الشيء اللي درت لأولادي، شوف الخمر فين وصلوا، ما اعترف ذنبه ديال الخمر وسنوات الخمر حتى طاح ما بقى والو، عاد قال هذو ذنوب ولادي. فهاد شي واحد تكون عنده خيانة زوجية ومن تحت تقول ودي ذنوب ديال ديك المرأة، أو شي مرة تدير خيانة زوجية ومن تحت تقول ما ودي ذنوب الراجل والدراري، لا إله إلا الله، ما عندها ما تقول، هذا ذنوب الراجل وذنوب الدراري. حتى هو عاد قال هذا ذنوب، ذنوب ولادي وذنوب مراتي اللي ما شافوش معايا النهار الأبيض. نالف كنوا في كمين ميكانيسيان تيغوتوا دي مع دوك تيخربق مع دوك خربق اللي معاه، وفي الليل تيجي مسكان تيغوت معاهم تيدوز مع ولادو ما عندهمش معاهم من نهار الابيض. تطع وخدا 30 عام من اجل سياره، خطر الروح واش لقى عندك الراجل في جيبو دوله باش عنده شي فلوس، هاد شي فلوس كان غيخلص ولا خرج شي حاجه شي ذاك الوقت شي 50 فرانك ولا 60 فرانك اللي وقع. هو بغى طونوبيل ما سخاش بها ثلاثه سيمات وتتدي الراجل وتجيبو، وفكر قال صافي دابا غنجمع معاه صافي وجد ليه باش قج وجد ليه حدا باش يضربو وجد ليه الحفره. اما دوك الميكانيسيان تذكرت مخاوي اللي قالوا تيديروها، وهز الجوج منهم كما قال سي تبع دوك اللي مسالين، ما خلاش دوك الثلاثه اللي معلمين دوك اللي تيعاونوهم مساكن مسالين، ديروا عتي تعلموا قالوا حفروا حفروا صباح القوام مبلطه الحفره. وقال لهم رجعت واحد خينا هو اللي عاوني باش ردينا فليحه مول الدار دابز معاه، قال لي شكون قال لي بوش سودي انا كذبت عليه ما كان حتى شي واحد، كلشي درته بوحدي ورديت هادشي بوحدي. المشكل هذا شنو استفدنا منه؟ البليعه، الخمر، هذا طب في الكراج، هذا كاري الكراج وعنده ولاده كيما تيقولوا وحالته اجتماعية حسب الحاله الاجتماعيه ديالو كاري، وعنده 4 دراري ديال الميكانيسيان وعطيها الشراب وزيدها بديك ديك الخليله ديالو وزيدها بار، او تما فين طاحت عليه الفكره ديال يقتل ودي السياره وقتل وحفر حفره وطاح فيها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.